الفعالية ضمن الفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، والذي يصادف 3 ديسمبر من الشهر الجاري. وجاءت هذه الوقفة أمام مقر اليونسكو للفت انتباه العالم لواقع الإعاقة في فلسطين. وجمعية الأعمال للتنمية والتأهيل ممثلة في مركز بسمة لسمات والتخاطب ومدرسة بسمة الخاصة تهتم بفئة ذوي الإعاقة، خاصة الفئات المهمشة والتي تتمثل في أطفال زرعي القوقعة وضعف السمع، بالإضافة للأطفال الذين يعانون من مشاكل نمائية. وجاءت هذه الوقفة لتلبية احتياجات هذه الفئة في الحق في الحياة الكريمة وحصولهم على كافة حقوقهم سواء في التعليم أو الصحة أو خلافه. بارك الله فيك. لا يخفى على سيادتكم ما يعانيه المواطن في قطاع غزة من حصار ومن إغلاق المعابر وخلافه، ولعل فئة ذوي الإعاقة تعتبر من الفئات الهامة والتي تحتاج إلى رعاية خاصة حتى يستطيعوا أن يندمجوا في المجتمع بشكل سليم وفعال. يلا يا عطا عطا يلا شاطر. سلمنا هؤلاء بعد بان كي مون في واحد، وهذه تعتبر اول مذكره في العالم حتصل اللي هو الامير المعين الجديد اللي هو انطون. هذه الرساله، وهذه طبعا غلاف الاطفال اللي اشتغلوا فيه هذول من ذوي الاعاقه. محمد لا 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 لا